بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من كام يوم نزل إعلان عن مسابقة داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعيين مهندسين وفنيين بأقسام أو إدارات التشغيل داخل مواقع الشركة المختلفة. في البداية طبعا أتمنى التوفيق للجميع، ولكن بأكد على نقطة مهمة جدا، وهي أنا أولا مهندس داخل الشركة وليس لي علاقة تماما بالإعلان أو الامتحان أو المسابقة ككل. كل ما في الموضوع إن كنت ماسك رئيس قسم التشغيل أو مدير التشغيل لمدة 11 سنة في الفترة من 2007 ل 2018، وبصراحة جات لي كذا مكالمة وكذا رسالة عن طبيعة ونظام عمل مهندس أو فني التشغيل. وبصراحة كذا مهندس اقترح عليا طالما عندي معلومة أو عندي أي بيانات فنية عن طبيعة مهندسين وفنيين التشغيل، طبعا أكيد هيكون حاجة كويسة لو عرضت الموضوع بحيث يكون فيه استفادة للكل. طبعا أنا عارف ومتأكد إن فيه كفاءات وخبرات أكبر مني بمراحل، ولكن إن شاء الله هحاول على قد ما أقدر أشرح بعض المعلومات الفنية البسيطة اللي تخص مهندس أو فني التشغيل لواحد داخل الامتحان. طبعا مش هنتكلم عن تعمق كبير أو عن تفاصيل دقيقة، اللي احنا بنتكلم عن لسه مهندس او لسه فني داخل يتعين مهندس تشغيل او فني تشغيل داخل محطة المحولات او ايا كان هيتعين فين في مواقع الشركة. طبعا في البداية كنت ناوي بصراحة اعمل الموضوع اونلاين، لكن طبعا ناس كتير جدا يعني زعلت عشان الوقت مش مناسب وظروفها ليل نهار ايام محددة، وعلشان نتفق على موعد محدد طبعا صعب جدا نتفق، وطبعا مش عاوزين اي حد يزعل وبقدر المستطاع، عشان كده نويت ان يكون المحاضرات مسجلة وموجودة ان شاء الله على اليوتيوب. تاني حاجة طبعا ناس كتير جدا كانت عايزة المحاضرات مجمعة وناس عايزة المحاضرات متفرقة، هنحاول ان شاء الله نعمل كذا موضوع في محاضرة منفصلة ان شاء الله. طبعا بما ان حضرتك هتشتغل في محطة محولات او تشغيل سواء كنت مهندس او فني، طبعا المحطة المحولات بصفة عامة انا بعرض مقدمة عن طبيعة او وظيفة مهندس او فني التشغيل. محطة المحولات نوعين، يا اما نوع جي اي اس اللي هي جاز انسوليتد سويتش جير، اللي هي زي ما قدامنا كده المحطة معزولة كلها بالغاز، ما فيش عندي اي قضبان توزيع اي موصلات ظاهرة تماما، كل الموصلات وكل المكونات زي ما احنا شايفين قدامنا معزولة تماما وداخل مواسير معزولة بالغاز اللي هو الاس اف 6. تاني نوع من المحطات اللي هو الاي اي اس اللي هي معزولة بالهواء، زي ما قدامنا ان المحطة كلها بالكامل موجودة في الهواء والمهمات كلها موجودة وكل الموصلات ظاهرة قدامنا. زي ما احنا شايفين نركز ان حضرتك كمهندس او فني تشغيل ادي عندي حوش المحطة وادي عندي مبنى الكنترول اللي انا بتحكم فيه في المحطة. طبعا كل مهمة قدامي ممكن اوصلها او افصلها من جنبها، لكن عمل مهندس او فني التشغيل الاساسي من داخل مبنى الكنترول. داخل هذا المبنى زي ما هنعرف كمان شوية اقدر اوصل او اقدر افصل اي مهمة من المهمات اللي موجودة قدامي. لازم نعرف ايضا ان عند المحطات نوعين، في محطات او الدور ان كل المهمات خارج المبنى زي الصورة دي مثلا، كل المهمات عندي خارج المبنى، او مهمات ان كل المهمات داخل المبنى حتى المحولات داخل المبنى. ادي عندي مثلا صورة المحولات داخل المبنى وادي صورة المحولات خارج المبنى، يبقى عندي نوعين من المحطات جي اي اس واي اي اس، النوعين تانيين او الدور او ان دور، داخل مبنى وخارج مبنى. طيب دلوقتي لازم تعرف حضرتك ان انا عندي مهمات داخل المحطة وكل مهمة ليها طبيعة عمل معينة. على سبيل المثال المحول اللي قدامنا، هناخد المحول اللي قدامنا كمثال عشان تعرف حضرتك كمهندس او فني تشغيل هتعمل ايه في محطة المحولات. لازم تعرف انا ما اقدرش اقلل من اي قسم او اي ادارة او اي قطاع داخل الشركة، ولكن قسم التشغيل او ادارة التشغيل او مهندس او فني التشغيل ده من اهم ومن اخطر ومن
أهم الوظائف داخل مواقع الشركة، لأن الفرد التشغيل الوحيد اللي بيتعامل مع كل الأقسام وكل الأنواع. بمعنى فن التشغيل بيتعامل مع التحكم وفي نفس الوقت مع الصيانة. لازم فن التشغيل هو حلقة الوصل بين التحكم وبين الصيانة، بين التحكم والوقاية، بين التحكم والقياس، بين التحكم والاختبارات، بين التحكم والخطوط. لازم تعرف ان الصيانة، وقاية، قياس، اختبارات، خطوط، كل هذه الأقسام ليها شغل على المهمات اللي موجودة داخل المحطة. على سبيل المثال المحول، يبقى لازم تعرف ان حضرتك بتتعامل مع كل الأقسام. طيب لازم حضرتك تعرف طبيعة شغل الصيانة، طبيعة شغل الوقاية، القياس، الاختبارات، الخطوط، بتجهز المكان ليهم ازاي. اول مهمة من مهمة حضرتك لما تجيلك فرقة صيانة، انت طالب عندك محول ليه برنامج صيانة او ليه فرقة وقاية جاية تشتغل عليه او اختبارات او قياس او في خطوط، ايا كان نوع المجموعة او نوع القسم اللي جاي عندك المحطة يشتغل. اول مهمة حضرتك بتعملها داخل محطة المحولات كمهندس او فني تشغيل، اجراء مناورات الفصل والتوصيل. في عندك محول زي ما قلنا، في قسم صيانة او فرقة او مجموعة صيانة جاي تشتغل على المحول، يبقى اول اجراء حضرتك بتعمله ان بعمل اجراءات مناورات الفصل والتوصيل، بفصل المهمة اللي عندي علشان خاطر اجهزها لقسم الصيانة او ادارة الصيانة او فرقة الصيانة اللي جاي تشتغل عندي في المحطة. طيب لازم حضرتك تعرف ان انت حضرتك قاعد في المحطة وقدامك السنجل لاين دياجرام في غرفة الكنترول اللي في المحطة، فلازم حضرتك من اول الحاجات اللي لازم حضرتك تعرفها كمهندس او فني تشغيل معنى او تفاصيل السنجل لاين دياجرام ومعنى كل مكون على السنجل لاين دياجرام، لان حضرتك هتتعامل معاه تعامل مباشرة. طيب حضرتك قدامك السنجل لاين دياجرام في المحطة زي ما هنشوف ازاي دلوقتي. على سبيل المثال احنا اتفقنا وقلنا ان حضرتك هتعمل مناورات فصل او توصيل للمهمة. انا دلوقتي عاوز اعمل مناورات فصل او على سبيل المثال مناورة توصيل، ايا كان. على سبيل المثال لو عاوز اوصل المهمة اللي عندي زي ما انت شايف حضرتك مثلا، على سبيل المثال المحول ليه جنب جهد عالي 66 على سبيل المثال، وجنب جهد متوسط 11 على سبيل المثال. طبعا عندك ابسط الامور للجهد العالي، عندك موجود عندك سكينه وعندك مفتاح. من طبعا كل ده هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرات القادمه، مين يتوصل قبل مين ومين يتفصل قبل مين. على سبيل المثال لو عاوز بصوره مختصره عشان نعرف يعني ايه مناوره فصل او مناوره توصيل داخل محطه المحولات، لو عاوز اوصل السكينه او اوصل المفتاح، مين هيتوصل الاول؟ طبعا ده هنعرفه بالتفصيل بعد كده. طبعا كلنا لازم نعرف ان اول حاجة السكينة بتتوصل الاول عشان خاطر مفيش عندي وسط عازل ليها، وزي ما هنعرف بعد كده. تاني حاجة المفتاح. المناورة بيتم ازاي؟ ادي عندي شكل المحطة المحولات. لازم نعرف ان عشان خاطر اعمل مناورة فصل وتوصيل وتعرف طبيعة عملك داخل المحطة، اول حاجة في عندي صالة للكنترول. زي ما احنا قلنا ان حضرتك بتتواصل تماما مع التحكم، وبالتالي التحكم شايف المحطة قدامه على شاشة، وبالتالي أي خطوة للتوصيل للمهمة أو أي خطوة للفصل لازم بتتم بالتنسيق مع حضرتك كمهندس أو فني داخل المحطة ومع المهندس داخل التحكم. بمعنى إن بأي إجراء خطوة بخطوة بتتم، التحكم بيكلم حضرتك بيقول لك أول حاجة مثلا وصل السكينة قبل المفتاح، حضرتك ماسك تليفون قاعد في الكنترول بتاخد التعليمات من التحكم. يبقى اول فرد حضرتك قاعد فين في الكنترول بتاخد التعليمات من التحكم بتوصيل او فصل المهمه. على سبيل المثال هتوصل المهمه سواء كان سكينه او مفتاح او ايا كان. في نفس الوقت في فرد مع حضرتك واقف ادي الكنترول او لوحه كنترول المحطه. على سبيل المثال ادي قدامي مثلا خليه لمحول رئيسي فيها سكاكين وفيها مفتاح. طبعا حضرتك بتبلغ الزميل او الشخص اللي موجود مع حضرتك يوصل، بتاخد خطوه بخطوه، وصل مفتاح او وصل سكينه حسب الخطوات اللي هنعرفها بعد كده. المناوره او ترتيب المناوره بيتم
ازاي؟ يبقى حضرتك بتكلم التحكم في نفس الوقت في شخص تاني او فني او مهندس تاني واقف على لوحة الكنترول اللي بينفذ التعليمات، في شخص ثالث واقف جنب المهمة نفسها في الصالة، هنا كله كنترول اوتوميشن. يبقى تاخد تعليمات تحكم، بتدي تعليمات للزميل او الشخص الموجود داخل او الموجود داخل لوحة الكنترول، محطة او قدام لوحة الكنترول بينفذ التعليمات، في نفس الوقت في واحد واقف جنب المهمة عشان يتأكد ان السكينة او المفتاح وصلت او فصلت زي ما حسب طبيعة المناورة فصل او توصيل. ازاي بيتم الكلام ده؟ طيب احنا قلنا ادي المحطة كنترول، صالة كنترول، لوحة كنترول، صالة المهمات. ما حضرتك الشخص او المهندس اللي مع التحكم اللي بيديك التعليمات، زي ما احنا شايفين ادي قدامنا شاشات التحكم. طبعا الشاشه اللي قدامنا او المونيتور عباره عن، طبعا هو شايف المحطه كسنجل لاين دياجرام، كل المهمات اللي متوصله او المفصوله داخل المحطه عند حضرتك هي موجوده عند التحكم، وبالتالي اي حركه او اي فصل او اي توصيل حضرتك بتقوم به داخل المحطه بيظهر قدام مهندس التشغيل بالتحكم، وبالتالي المهندس شايف المناورة قدامه بيمليه خطوة بخطوة. يبقى حضرتك بتتعامل مع مهندس التحكم وبتتعامل مع المهمات داخل المحطة. طيب شكل المناورة بيتم ازاي بصورة مختصرة؟ على سبيل المثال انا عاوز اوصل السكينة وبعد كده اوصل المفتاح، شكل المناورة على الطبيعة بيتم ازاي؟ طبعا هنوصل السكينة الاول وبعد كده هنوصل المفتاح الخاص بالمحول بصورة مختصرة. كده وصلنا السكينة الأول، بعد كده هنوصل المفتاح. ادي المناورة تمت بصورة مبسطة طبعا باختصار شديد، ادي السكينة وادي المفتاح. ما يقدرش الراجل بتاع المهندس بتاع المحطة يعمل اي فصل او اي توصيل الا بناء على تعليمات التحكم، خطوة بخطوة، سكينة ثم مفتاح ثم مهمة مهمة، زي ما هنعرف التفصيل في المحاضرات القادمة. يبقى اول حاجة لوظيفة او مهام مهندس او فني التشغيل اجراء المناورات الفصل والتوصيل لجميع مهمات المحطة. تاني حاجة حضرتك قاعد في الكنترول بتراقب حالة المهمات المحطة سواء كانت أجهزة قياس أو أجهزة وقاية. آدي كنترول المحطة اللي حضرتك قاعد فيه، طبعا آدي مثلا عندي خلية خاصة بالمحول، بالمحول، بالدوائر. طبعا لازم تعرف ان كل مهمة على سبيل المثال لو محول رئيسي طبعا في عليه أجهزة قياس وأجهزة وقاية، لازم تعرف ان حضرتك من تاني واهم المهام لحضرتك بتراقب جميع الارقام اللي على الشاشات وبتراقب حالة اجهزة الوقاية، فلازم يكون عند حضرتك دراية كافية يعني ايه ميجا وات، يعني ايه ميجا فار، يعني ايه ميجا فولت امبير، يعني ايه باور فاكتور، يعني ايه درجة حرارة. لازم يكون في سنس للارقام اللي ظاهرة قدام حضرتك، حضرتك عارف الريفرنس كام، بحيث لو حاجة زادت عن القيمة المسموح بها تقدر تتصرف وتبلغ التحكم او عارف ده معناها ايه. لو قيمة او رقم قيمته قلت يبقى حضرتك عارف ده معناها ايه، فلازم حضرتك تكون عارف الكومبوننت او الارقام او الشاشات اللي موجودة على لوحة الكنترول اللي قدامنا دي معناها ايه. تاني حاجة في عندي اجهزة وقاية لكل مهمة، عندي محول عليه اجهزة وقاية، فبالتالي لازم تكون عارف حضرتك انواع الوقايات. لما تنزل اشارة على جهاز الوقاية على سبيل المثال اشارة وقاية تفاضلية، لازم حضرتك كمهندس تشغيل او فني تشغيل تكون عارف يعني ايه وقاية تفاضلية، يعني ايه زيت التيار، يعني ايه اوفر فولتج، لازم تكون عارف معناها ايه عشان تقدر تتعامل ازاي او تنقل الصوره للتحكم او لمدير الاداره او للفرقه او للمجموعه المتخصصه، تنقل الصوره داخل المحطه للقيادات او للناس المسؤوله عن المحطات او القطاعات المختلفه. طيب تاني حاجه
لا ادي هنشرح بعد كده الحاله اللي قدامنا. ادي على سبيل المثال صوره للاشارات او لاجهزه القياس اللي موجوده داخل الكنترول عندي لمحول رئيسي مثلا. طبعا لازم نعرف من ضمن المهام ان انا بسجل كل القرايات اللي قدامي ساعه بساعه. ادي عندي اجهزه قياس اميتر، اجهزه قياس للكيلو فولت، درجات الحراره، ادي عندي لوحه اجهزه الوقايه. لازم نعرف معنى كل جهاز وقايه، لو حصل عندي اي مشكله او عندي اشاره لجهاز وقايه نعرف معناها ايه، وده ان شاء الله اللي هنعرفه في المحاضرات القادمه. معنى كل جهاز قياس ومعنى كل جهاز وقايه ده معناه ايه، وبنسجل كل هذه الحاجات. فلازم يكون عندي سنس ومعنى وعارف كل اجهزه القياس الموجوده معناها ايه، وانواع اجهزه الوقايه اللي موجوده على المحولات، الموجودة على الدوائر، اللي موجودة على الرابط القضبان. لازم نعرف أجهزة الوقاية المركبة وأجهزة القياس المركبة كمهندس تشغيل أو فني تشغيل. ثالث حاجة، أنا خلاص عملت منورات فصل ولجست لفرقة الصيانة أو فرقة الوقاية، عملت مراقبة وحلت لأجهزة القياس ولأجهزة الوقاية وسجلت كل القرايات اللي ظهروا قدامي. في حاجة بعد كده، أنا موجود في وردية بالليل داخل المحطة، لازم أمر على جميع مهمات المحطة. ما ينفعش ان طبيعة عملي تبقى بالنهار بس، انا موجود وردية بالليل، فلازم امر على المهمات ويكون عندي سنس ملاحظة صوت المحول، شكل المحول، ايه الحاجات اللي ممكن تكون في مشكلة داخل المحطة. طبعا عشان خاطر يكون عندي كفاءة عالية للمرور او مراقبة حالة المهمات داخل المحطة، لازم يكون عندي علم بكل المهمات داخل المحطة. عشان كده ان شاء الله بصورة مختصرة، طبعا علشان نشرح كل بند طبعا عاوز وقت كبير جدا، عشان كده على قدر المستطاع هنحاول طبعا نجمع كل مثلا بند، يعني كذا بند في محاضرة، عشان برضو الناس طلبات الناس. فلازم نكون عارفين ايه هي اساسيات الكهرباء، لازم نكون عارفين ايه المحول عشان اقدر اتعامل معاه لما اشوف حالة غير طبيعية، يبقى انا عارف المحول وطبيعته وتركيبته، المكثفات، الكابلات، القواطع، سيركت بريكر، انواع الوقايه اللي موجوده داخل المحطه، لوحات التوزيع، التأريض، السيرج ارستور، البطاريات، الخطوط، المكونات المحطه بصفه عامه، الحالات التوافقيه، الهارمونكس، الفي تي والسي تي. طبعا علشان اعمل مرور صحيح لداخل المحطه لازم اكون عارف ايه المهمات اللي موجوده داخل المحطه وطبيعه عملها، وامتى تكون في حاله او كفاءة ممتازة او حالة فنية ضعيفة علشان اقدر احكم عليها. فما اقدرش هقدر اعمل مرور سليم على كل مهمات المحطة او اراقب حالة مهمات المحطة الا لما يكون عندي العلم والخبرة الكافية ان اكون عارف نوع المهمة اللي انا بمر عليها او بتعامل معها. علشان كده ان شاء الله هنحاول كل بند من البنود دوت هنحاول نجمع كذا بند في محاضره مستقله، وان شاء الله المحاضرات زي ما قلنا هتكون موجوده على اليوتيوب علشان نراعي ظروف الناس، مسجله على اليوتيوب ونراعي ظروف الناس. وان شاء الله هنحاول بقدر المستطاع نقول الخطوط العريضه للمواضيع. طبعا كل موضوع او كل بند عاوز طبعا ساعات، لكن انا بتكلم في مهندس مبتدئ او فني مبتدئ، هنحاول نوصل له بس ابسط الامور اللي ربنا يكرمه ان شاء الله ويخش فيها الاختبار ويكون عنده خبره كويسه او يتعامل مع المحطه في بدايه الامر ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله رب العالمين.